يلا السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقة جديدة إن شاء الله. بدايتها على هاي شجرة التين، شفتوها قبل أيام يعني كانت شون تعبانة والأوراق يعني تكاد تكون يابسة متيبسة وواقعة نصها واقعة يعني نافضة أوراقها وقلنا لكم راح نشوفكم إياها بالفيديوهات القادمة. هسه شوفوا هاي النموات كلها جديدة، هاي أوراق زاهية ما شاء الله وبعدها صغيرة يعني هستوها مفتحة وكلش حلوة هاي التينة. الثمر مالها يكون لونه أسود ويعني شجرة تفيد الطيور بشكل كلش كبير، بها أغصان متفرعة هواية فيوقفن عليها لما بها عشاش تقدر أنت تثبت عليها عشاش، يعني هواي بها تفاصيل. الزراعة جدا مهمة للنبات للطيور بالحديقة كلش مهمة، يعني الجزء المهم الأكبر هو النباتات بنجاح عملية تخلي الطيور مفتوحة بالحديقة لازم نباتات زين. فالنباتات لازم تكون نباتات تشوفوها مقاومة للأجواء، مثل هسه زارع تين نارنج هواي تفاصيل بيها. فانتو شوفوا المشاتل هواي اخوة يسألون شنو النوع النبات وشن نزرع وشن الانواع اللي تقاوم وكذا وكذا، هواي تفاصيل بيها فانا ذكرتها بفيديوهات سابقة. اتمنى من الاخوة يدخلون على الفيديوهات السابقة. النباتات انت شي تحب تزرع ازرع، حتى النباتات اللي هي يقولون عليها سامة وكذا يعني مثلا شجرة الدفلة وكذا عادي تنجح والطيور ما ياكلوها، بخصوص الطيور اللي ياكلون الأوراق النباتات هي فقط معاكيف المناقير اللي هن الببغاء الدرة الكاسكو ذن السوالف الكوكتيل الغندورة الطيور الحوب ذن لازم نعزلهن حتى نتفادى المشاكل اللي بيهن. اما باقي الطيور مثلا الجاوة اذا اعداد كبيرة لازم نسبة وتناسب، يعني هواي اخوة يسألون يقولون احنا عندنا مثلا طير الجاوة مو من معاكيف المناقير لكن هو ياكل اوراق الاشجار او ينتف اوراق الاشجار ان صح التعبير، هنا انا النسبة وتناسب يعني تقدر تخلي زوجين فقط ما راح تكثر انت، اكيد اذا المكان صغير والاشجار قليلة والطيور اكبر عدد من يمهم اكيد يعني هذا الشيء ما يخفى عليكم، فلازم نسبة وتناسب. هذا طير أبو الأصوات كلش يعني مناعته مو مثل باقي الطيور لكن هو شوفوا هاي الأجواء شو اللاهبة يعني والحمد لله والشكر. لازم هذا الوعاء دائما متواجد بالحديقة خاصة وقت الظهيرة حتى للاستحمام وتبريد أجسامهم وكذا، لازم تعتنون بهاي الفترة موضوع توفرون يعني أجواء رطبة بالحديقة يسبحون الطيور يعني دائما يعني هسان عندي مثلا بعض الطيور مثل الحسون يمكن يعني الصبح 3 سبحات والعصر 3 يعني هواي يسبح، ليش؟ لأن الأجواء كلش حارة هسه. فهذا بديت أخلي الصندة بي دائما، أنا أخلي الصندة وهذا المكان وهم يسبحون. حتى هذا السنجاب عدة مرات أنا أشوفه يعني يدخل مخلي له كاسة هيك بيها مي يدخل بيها يبقى يسبح أو يبرد جسمه، يعني مو يسبح وإنما يبرد الجسم مالته. شوفوا هذا الحسون الشوكي أيضا قاوم يعني الحمد لله والشكر، جبناه تقريبا بالوقت المناسب ونجح هو وهذا الكنارة والأصوات الحمد لله والشكر. هاي الجاوة هي أفراخة طبعا ناجحة بالحديقة لكن نسبتها أعدادها العفو ما لا تخلوها يعني مثلا يخلي لك 10 زواج بمكان صغير، أكيد راح تعاني من موضوع نتف الأوراق وتخريب الأعشاش هواي مشاكل بيهم إذا كثروا عددهم، مو فقط الجاوة إنما تقريبا هي والجاوة هسه بمشاكل هواي يحجون عليه. حاول تخلون العدد يكون قليل بالحديقة
هسه أنا بالنسبة لي ماكو شوفون هسه هذا مكان من بعيد، دائما الإخوة يطلبون قالوا صور من بعيد. شوف هسه يعني الطيور ما باينة هنا أنا بالحديقة، ليش؟ لأن عاداتها مو بالكميات الواو مثل ما يقول، مو مخلي لي فد الحمام الملكي 10 زواج والجاوة 10 زواج، لا أحاول دائما أقلل العدد، على قولته هن قلل ودلل، فلازم نسبة وتناسب بينها وبين الأشجار وبين المكان يعني، حتى تتفادى هواي مشاكل، وأنت بدورك يعني لازم تكون مراقب للوضعية. طبعا هواي أخوة يقولون ما ناجحة، انتقادات يعني تكاد تكون لاذعة، يعني بها نسبة تجريح هواي، لكن أنا إن شاء الله ما يعني هي مرات ما تبين يعني بالتعليقات إذا كان بها سب وبها شتم وكذا، ما أعرف والله هاي العالم. الحمد لله والشكر على كل حال. بالنسبة للتعليقات أو الانتقادات اللي تكون بناءة، مثلا يقول شلون تنجح هاي الطيور، يعني مهذبة، تعليق هو انتقاد مهذب يعني خالي من الشتم والكذا والتفاصيل. يعني انت على شوفة عينك، احنا ما راح نجبر احد، وجاي اعطى الطريقة بما هي يعني. هسه الطيور بشر ما يتحمل وقت الظهر يكون بالخارج، انا وياك صح، هاي الطيور تأقلمت بالتدريج يعني، نخليها بوقت مناسب، نوفر لها الاشياء اللي ممكن تكون بالطبيعة، محاكاة للطبيعة، مي، اشجار، مكان يسبحون به، غذاء متنوع، مكانات ظل، مكانات مشمسة، نباتات يعني على طول السنة، أعشاش، مكانات تحميهم من الأمطار بالشتاء، بالتدريج يتعلمون، وكأنما هاي مناعتهم تقل احتمال إذا نخليهم بهذا الوقت بالبيت. فأني معلمهم على هاي الأجواء، والحمد لله والشكر لا أمراض، إنتاج مستمر إن شاء الله، هواي تفاصيل بيها، الطيور ما أخذ راحتها، وتحياتي للجميع.